بكم، مرحبا بكم اليوم معنا في الحلقة الثالثة من دورة تعلم الأردوينو. اليوم إن شاء الله نتطرق لواحد جوج ثلاثة انستركسيون مهمين عندنا في الأردوينو، هما void setup and void loop. كل واحدة اش تدير وكل واحدة فين تنحتاجوها. وشكرا. في الدرس اللي فات مني حلينا الانترفاس ان اردوينو، ما بقينا فات لقينا واحد دوز انستركسيون، كاينه الانستركسيون void setup وكاينه واحد الانستركسيون اخرى هي void loop. هادو هما لي انستركسيون المهمين عندنا في الاردوينو، في البروغرام اردوينو. في اي بروغرام اردوينو تلقاه مقسوم لجوج نتاع لي بارتي، void setup والثانيه void loop. شنو هي void setup؟ void setup تنغروبي فيها تو لي انستركسيون كي سورا اكزيكوتي او ديماراج، زعما في الديماراج تنكزيكوتيهم اون سول فوا، ما تنبقاوش نعاودو كل مره نكزيكوتيهم. اما الانستركسيون void loop هي اللي تتكونتيان لي انستركسيون اللي غنبقاو كل مره نكزيكوتيهم نكزيكوتيهم، وعاوتاني من نكملو نعاودو ندير ليهم ليكزيكيسيون ليكزيكيسيون حتى حنا نوقفو البروغرام. بالنسبه لباقي الحوايج هادي عندنا من تنكتبو ان بروغرام، هاد البوطون هذا تيدير لينا الفيريفيكاسيون ديال البروغرام واش صالح ولا ما صالحش. هادي هاد البوطون هادي تنديرو بها تيليفيرسي، زعما من تنركبو لا كارت اردوينو مع البي سي ديالنا، هادي باش تنصيفطو البروغرام لا كارت اردوينو. هادشي هو اللي غنقدمو ان شاء الله في هاد الحلقة هادي، ترقبونا في حلقة جديدة. في الاخير نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد الحلقة هادي، دعمونا بالاشتراك عن طريق والاعجاب بالقناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب اسفل القناة، وانتظرونا في حلقة جاية ان شاء الله للمزيد من الاستفادة ان شاء الله.